مطعم مضغوط عمو خالد، دجاج ومضغوط لحمة ومرسى، ما شاء الله تبارك الله. في رمضان هذا المطعم يستمر حتى الساعة 3 ما شاء الله تبارك الله. ذا رقم الطلبات، شوف الرقم ما شاء الله تبارك الله. هذا مطعم نمبر 1 ما شاء الله تبارك الله على المضغوط عمو خالد، في ليالي السحور لكل من يتأخر حتى الساعة 3 ما شاء الله تبارك الله. حاجة تمام التمام. هذا هو المضغوط. ما شاء الله تبارك الله، مضغوط في رمضان ويستمر حتى الساعة 3، علشان ما هو اللي ما يحصل في المطاعم الأخرى يجي هذا المكان. هذا محل جديد ما شاء الله تبارك. اللحمة دجاج كل حاجة تمام. وهذا الإعلان تجدوه على قناة أبو مطران. هذا الإعلان تجده على قناة أبو مطران، مع التحية.